الزمن الماضي بالنسبة لنا مختلف عن الزمن الحاضر. كان أنا أعتبره زمننا كان زمن ترسيخ القيم فعلا في الحقيقة، كانت تربية بالنسبة لنا برغم يعني بساطة العيش، برغم كانت بساطة الإمكانيات، لكن كان فيها التربية الأخلاقية وزرع القيم والتربية الإيمانية تقريبا أكثر من خلال أكثر من هذا الزمن. كانت فترة ما بين العصر وصلاة المغرب نرى إحنا الفريج اللي نقوله كان كأنه خلية نحل، كل فرد كل صديق كان يحمل طبق إلى المنزل الآخر، كان هناك نشاط خيري وتواصل اجتماعي قوي خلال الفترة، وكانت من أجمل تلك اللحظات. رمضان بالنسبة لنا كان يمثل أحلى قيمة وأحلى لحظة، كنا ننتظر رمضان بفارغ الصبر لأن كانت المناسبة كانت سواء كان في الصلاة أو كانت الألعاب اللي كنا نمارسها، خلينا نكون أكثر مصداقية في هذا الشهر الفضيل مختلفة عن بقية أيام الشهر، وبالتالي كان بالنسبة لنا رمضان له قيمة وجمال صعب نستشعره خلال هذه الفترة، أو حتى الجيل الحالي ممكن يستشعره كما استشعرنا نحن في السابق.